على مستوى السوق السعودية فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.68% عند مستوى 12022 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال فاصل 413 مليون. وجاء سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.49% ليغلق عند 112 ريالاً. تلا سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 6.74% ليغلق عند 30 ريال فاصل 90. كما ارتفع سهم شركة الأمار الغذائية بنسبة 5.79% عند 138 ريالا فاصل 80. بينما تصدر سهم شركة لازوردي للمجوهرات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.43% عند 15 ريالا فاصل 76.